إيران أرميت كراوند في حالة حرجة بعد الاعتداء عليها من قبل شرطة الأخلاق. اعتدت شرطة الأخلاق التابعة للنظام الإيراني القامع للنساء على فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بحجة عدم التزامها بقواعد الحجاب وفقاً لتقارير من داخل إيران. تعرضت أرميتا كراوند التي تنحدر من كرمانشاه لهجوم من قبل شرطة الأخلاق في طهران يوم الأحد، وهي الآن في حالة غيبوبة في مستشفى فجر، ويتم احتجازها في ظل ظروف أمنيه مشددة. وقد منعت سلطات النظام جميع الزيارات بما في ذلك زيارات عائلتها، وتتواجد حالياً قوات أمنيه بشكل كثيف في مستشفى فجر للقوة الجوية للنظام، حتى أن قوات الأمن اعتقلت صحفياً من وسائل الإعلام التابعة للنظام والذي كان قد زار المستشفى لكتابة تقرير إخباري عن الحادث. وبدلاً من ذلك نشرت وسائل الإعلام تقارير منحازه للنظام تزعم أن أرميتا لم تتعرض للاعتداء من قبل شرطة الأخلاق وأنها فقدت وعيها بسبب انخفاض ضغط الدم. أصدر النظام لقطات فيديو تم التلاعب بها من كاميرات مراقبة المترو والتي تظهر فقط أرميتا كراوند وهي تحمل بعيداً وهي فاقدة للوعي، لكن التقارير المحلية تشير إلى أن عناصر النظام دفعوها فاصطدم رأسها بقضيب معدني وفقدت الوعي على إثرها. دعت السيدة مريم الجوي الرئيس المنتخبه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة إلى الاستفسار عن حالة أرميتا وإرسال ممثل عنها لزيارتها قبل فوات الأوان. وأضافت وكوت: من المهم إجراء تحقيق شامل في وضعها وكوت. ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان مقتل مهسن أميني في سبتمبر 2022، حيث اعتقلت شرطة الآداب التابعة للنظام في طهران أميني 22 عاماً بتهمة عدم الالتزام بقواعد الحجاب، وتعرضت للضرب واقتيدت إلى مركز احتجاز حيث فقدت الوعي بسبب ارتجاج في المخ، وتوفيت في مستشفى انكسر بطهران متأثرة بجراحها. وأثارت وفاة أميني احتجاجات سرعان ما تحولت إلى احتجاجات على مستوى البلاد دعت إلى إسقاط النظام برمته. واستمرت الانتفاضة لعدة أشهر على الرغم من الإجراءات القمعية الوحشية التي مارسها النظام. قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 750 متظاهراً واعتقلت 30,000 آخرين. أعدمت سلطات النظام 4 شبان على صلة بالمتظاهرين وأصدرت أحكاماً بالإعدام على عدة آخرين. ومع ذلك يعلم النظام أن الكراهية العامة لحكم الملال أصبحت عميقة بعد أكثر من 4 عقود من القمع والفساد، ولا يتطلب الأمر سوى شراره أخرى.